عن العام الصعب الذي عاشه السودان الحبيب في هذه الآونة. الحقيقة أن الأوضاع لا تختلف كثيرا عن غزة واللي بيحصل فيها، مقتلة، اغتصاب للنساء، تدمير ويعني تفكك ونزوح لملايين البشر من السودان. خليني أنقل هذه الأرقام لضيفي عبر سكايب من لندن السيد أبو بكر آدم، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. السيد أبو بكر، أهلا بك معنا. تحية لك أستاذ أسامة وتحية لكل المشاهدين الكرام. عام صعب في الحقيقة على أهلنا في السودان وفي كثير من الأحيان أستاذ أبو بكر، على الرغم من أنني صحفي وإعلامي ونتابع ما يجري، إلا أنني أشعر أن السودان هي القضية المنسية، لا أحد يتحدث عن السودان كثيرا وعما يجري هناك، لماذا؟ وحقيقة هي قضية منسية في الفترة الراهنة، رغم أن الأرقام المخيفة التي ذكرتها الآن، الوضع الإنساني وضع مأساوي بشكل كامل، الحرب استمرت لفترة طويلة والضحايا بالإضافة للنازحين واللاجئين وبالنسبة لفقدان التعليم والصحة والذين يموتون بسبب غياب الصحة، رغم كل هذه المعاناة، معاناة النازحين هي ربما من أكبر الأرقام في السجل الإنساني. عدد ضخم من الأطفال يموتون بشكل يومي، في معسكر واحد إذا كان يموت الطفل كل ساعتين كما جاء في تقريركم، فهذه مأساة كبيرة جدا. ولكن للأسف الكبير بسبب الاهتمام الخارجي بالصراع الموجود في مناطق أخرى في العالم، ربما لأهميات استراتيجية آنية ولدور مختلف للفاعلين الأساسيين في النظام العالمي، تم نسيان السودان لفترة طويلة، وقام السودانيون بتدمير أنفسهم بدون أن يكون هناك تدخلات فاعلة وحاسمة لحل هذه القضية. كانت في بداية الحرب هناك بعض الاهتمام كما شاهدنا من الدول العظمى والدول الإقليمية، مع انحسار الاهتمام المصري. أنا أتفق مع ما جاء في تقريرك أو إنه الموقف المصري أو ما جاء في كلامك إنه الموقف المصري هو غير المأمول، فعدم الاهتمام بشكل أساسي بسبب اهتمامات المناطق بؤر النزاعات في مناطق تحظى بتفاعلات واهتمام الفاعلين الأساسيين في النظام العالمي. ولكن دولة مهمة مثل مصر كان يمكن أن تقوم بدور أكبر في حتى سعير عباراتك في منع فشل السودان من الانزلاق في الحرب، بل أن الحكومة المصرية في فترة من الفترات ساهمت بصورة مباشرة في تفجير هذه الأزمة عندما استضاف الأطراف الأساسية قبل يوم مباشرة من الحرب، فهذا يؤثر على الأمن القومي المصري كما يؤثر على الأمن القومي السوداني. يحتاج السودان لمزيد من الاهتمام، وأنا أشكر لك دورك أنت ودور القناة في اهتمامكم بالسودان وكشف بعض المآسي التي تتم فيها والدفع في اتجاه إيجاد حل بشكل عن طريق تشكيل الرأي العام. فباسم كل السودانيين أشكركم جزيلا لهذا الدور الفعال. هذا واجب يعني علينا كصحافة وإعلام، لا يحتاج شكر وأشكرك على كلماتك، لكن أنا أريد أن أسأل عن الدور الإماراتي في مقابل الدور المصري. ما أفهمه أن النظام المصري يدعم عبد الفتاح البرهان ويدعم الجيش السوداني، ما أرى أنه لا يوجد أي دعم مصري لعبد الفتاح البرهان وللجيش السوداني. ما أفهمه أن الإمارات تدعم حميدتي، ما أرى أن الإمارات تمول حميدتي وتغذيه بالسلاح والدعم اللوجستي. لماذا يغيب الدور المصري مقابل الدور الإماراتي في السودان؟ أنا حقيقة أنا أتمنى أن لا يكون الدور المصري في اتجاه دعم أحد طرفي الحرب، بل أن تستخدم مصر نفوذها السياسي والعلاقة الاستراتيجية والتاريخية بينه وبين السودان وقدرته على التأثير على معظم الفاعلين الأساسيين في المسرح السياسي السوداني من أجل استتباب الأمن والسلام في السودان. هناك تقاطعات في التحالفات بين الطرفين الأساسيين في الحرب، اللي هي نجد أن بعض الدول الإقليمية تساند بشكل أو آخر حكومة الأمر الواقع، مثلا الجزائر ومصر وبعض الدول الأخرى التي تقف بجانب الجيش السوداني، وهناك دول أخرى كما هو الحال مع الإمارات وحفتر إنهم يقفون بجانب قوات الدعم السريع. إن هذا الاستطاف يؤثر بشكل كبير على استمرارية الحرب، يؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي العربي والأفريقي، وكل ما نحتاجه حقيقة هو دور فاعل من الحكومة المصرية
آخذا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية وقوة النفوذ المصري وبدبلوماسية فاعلة لوضع حد لهذه الحرب، لأن هذه الحرب ليست بمصلحة الشعب السوداني تماما كما هي ليست بمصلحة الشعب المصري. ذكرتم في تقريركم بأن الأمن القومي المصري يتأثر بشكل كبير، ليس فقط بسبب العدد الكبير من السودانيين الذين يهاجرون إلى مصر، هو ما يقارب نصف مليون خلال هذا العام، وربما يكون لدينا أكثر من 5 مليون حاليا موجودين في خارج السودان، ومعظمهم في مصر، ولكن أيضا بسبب التداخلات الكبيرة بين مصر وأمن الأمن القومي المصري والسوداني. نحتاج دور أكبر من الدبلوماسية المصرية، نجد دعم كبير من الشعب المصري، ولكن الحكومة المصرية في تقدير دبلوماسيات لم تكن ناجحة لوقف فتيل هذه الحرب. شكرك، شكرا جزيلا أبو بكر آدم الكاتب والمحلل السياسي السوداني، كنت ضيفي عبر سكايب.